بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المواطنون، يا أبناء شعبنا العراقي الكريم، تحية لكم في كل مكان، وجمعة مباركة بإذن الله تعالى، ومعكم التاسعة. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مع الأسف على العراق، مع الأسف احنا جينا لهون، بس العراق غالي علينا، كبرنا ونيك ودرسنا ونيك وعدنا أصدقاء ونيك، وشيء يصير كئيب لنا. العراق ما ظلت، العراق ما ظل الناس اللي حكموها العراق كانوا كلهم مليئين سيخ العقل. اليوم هوسه ما داعش يحكم العراق، داعش يسبي بنات 5 سنين ويبيعهم. ما ممكن ننسى العراق. انا قاعدة هيك اتصور نفسي قد امشي على الحديقة، هايتي تميد بشهر مارش ابريل، كان تصعد الماي، يصعد الماي لما تذوب الثلوج بتركيا. هايت اوساكاخا لو كاخاتك ماي تشتي الزكاخا وكل كاخ نكي انكي مودجلو. بس المضيع وطن، بس المضيع وطن، وين الوطن يلقى؟ إذن الليلة في أول مرة بتاريخ الإعلام العراقي منذ 70 عاما، رسالة مباشرة من استوديو 9 إلى اليهود العراقيين في أنحاء العالم، مع التحية.
الليلة في آخر الأخبار، شيخ مظهر الجناب انتقل من سماع سعد الحلي الله يرحمه إلى سماع ستاري في نقطة تيمور. قولي سنجم قولي سنجم. يعني ستاري واحد من أشهر الفنانين الإيرانيين في عهد الشاه الله يرحمه، ولكن بعد اللي صار صار، يعني هو وغيره وغانية حلوة. قولي سنجم قولي سنجم، وشان الشباب العراقي يسمعوه بالسبعينات؟ ليش وإحنا ننسى أنه هو أو غيره صوروا أغانيهم بتلفزيون بغداد نهاية الستينيات إلى منتصف السبعينيات، فمو مشكلة واحد يسمع أغاني، وهسع مو مشكلة واحد يسمع أغاني المرحوم سعد الحلي أبو خالد. ها؟ من نحكي عن سعد الحلي من الحلة الله يرحمه، نحكي عن شخصية همية حلاوية، هسع نأخذها من جرف الصخر من لطيفية، نروح جرف الصخر نلقي هناك قدامنا مظهر الجناب اللي كان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلماني، واللي عرفني زين وعرفه زين. شوف صورته مظهر الجنابي. آخر المعلومات الجاي توصلني إنه هالساعة متغير مزاجه، جاهز من المخرج قايم يسمع فارسي جريشة تطق لياه بالوجه. فرد أقول له انطيني نموذج بالتاريخ تبع الإيران أو البني فارس وظل راسه عدل من النعمان بن المنذر اليوم. فعلى كيفك يا زلمة، اثقل، حط لك بلوك على يمنى وبلوك على يسرى واثقل، لأن الخفة بيش عمر ما تراد. طبعا على هاي على ذمة ما جاي يوصلني، أهلك بعدهم ما رجعوا ديرتهم وإيران المانعة رجعتهم، وقرايبك ثلاثة أرباعهم لو تم تصفيته من الميليشيات الوقحة لو ما حد يدري بي وين هالساعة معتقل، وانت قمت تناغم الإيرانيين حظي. أنا نطيك منا اليوم الأحد، يا أما تبرر نفسك من هاي التهم يا أما أفعد جنابيين انت منهم. روح الزميل المخرج.
ستاري الله يرحم البامية والله ايش قد تنفخ. المهم انا منطيك اليوم الاحد والله اريد اسمع جوابك شنو. هاي جاي يوصلني صح ولا غلط؟ ها اخ مظهر جاوب. اما حقيقة انا بمطالعتي لأول مرة من 70 سنة وأكثر للي صار على أبناء شعبنا العراقي من اليهودي الكرام من مأساة إنسانية وتصرف أرعن في لحظة السبي والتهجير القسري اللي صارت عليهم. وأعتقد أن الحكومات المتعاقبة بعد العهد الملكي انتبهت إلى هذا الخطأ التاريخي الجسيم، حيث لو نتابع كل فترة من الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وما بعد الرئيسين الراحلين عبد السلام وعبد الرحمن محمد عارف والرئيس الراحل الأب أحمد حسن البكر والرئيس الراحل صدام حسين، إنه جميع قرارات مجلس قيادة الثورة وما سبقها من قرارات مجلس الوزراء في العهود الجمهورية كلها حافظت على أنه أملاك اليهود لا يحق التلاعب بها إطلاقا وتبقى أملاك مجمدة، لأنه أكو إحساس أنه صار خطأ تاريخي كبير وجسيم عليهم. فبعد أكثر من 70 سنة إذا كانت هكذا الأنظمة تنظر إلى هذه المأساة، إحنا من واجبنا نصحح هذا الخطأ التاريخي، لأن نفس الخطأ التاريخي اللي صار على المسيحيين أبناء شعبنا الأوفياء اللي تم تهجيرهم وقتلهم، ونفس الخطأ التاريخي اللي صار على الصابئة المندائيين أبناء شعبنا الكرماء اللي تم تهجيرهم وقتلهم، ونفس الشيء اللي صار على أبناء شعبنا من الأزيديين أبناء شعبنا الأوفياء الكرام اللي تم سبي بناتنا من الأزيديات وأخواتنا بالوطن، وهذه جريمة شرف وجريمة إنسانية. فإحنا اليهود العراقيين أنا من استوديو 9 خلي أسجل للتاريخ بعد 70 سنة أنه إحنا من واجبنا أن نعتذر لأهلنا وأبناء شعبنا من اليهود العراقيين للمأساة اللي صارت عليهم، يجب أن نعتذر لهم بالفعل، ومن زال ومن كان إلى الآن وفيا للعراق يجب أن تعود إلى أملاكها، لأن كثير منهم رفضوا يروحون للكيان الإسرائيلي وإنما استمروا بالولايات المتحدة الأمريكية، استمروا في أوروبا في بريطانيا أوفياء للعراق، ولربما أشهرهم مير صبري والآخرين اللي استمروا بهذه الرؤية. فأنا لاحظت بصفحة يهود عراقيين، إذا شفنا الصفحة ان تحدثت صفحة يهود العراق عن سيدة عراقية اسمها مجدولين. هذه السيدة حكت مأساتها كيف تم تهجيرها وتهجير أهلها من العراق، لكن إلى الآن تحفظ للعراق الحب والوفاء والاحترام. رجع زي من المخرج خلني اسمع حاج قالت. يعني اليهود فروا الأملاك مالهم كلته. أنا والدي باع البيت، باع البيت مالنا خلاه الفلوس بالبنك، بعدين جاء التجميد، فلس واحد ما قدر يطلع. جينا هوني 2.5 سنين إحنا في المعبرة في خيمة، إحنا 2.5 سنين هوني في خيمة، اللي كان عندنا بيت وقاعدين ونيك والشغل. والدي كان عنده شغل الخطوط الجوية العراقية، كان إيش المحاسب، كان سبت شلي قرأ تحت التكية مول خان سالم شمعون، هتشمعت ماذا؟ خان سالم شمعون هتشمعت على الشيخ زي خان أورخ شل الرخوبة زي ملك كل كيورين كل ما شعت سخالة بيت زي سالم شمعون باو إذا 2000 عربين فتحوا الدلة عنكيت برزين أول 2000 مسكنين مقرزنين أسو كما فاهمين فتفرسوا الدلة توخ شعاع ركنوا את خان سالم שמעון שיש שתי קומות מלא קרמיקות, אמבטיות, מה שאת רוצה. הוא היה היחידי בעיראק, הוא היה היחידי. סלם שמעון היה היחידי בעיראק, יבואן. אנחנו סגרנו את הדלת של סבתא ומסתכלים מהחלונות.
هذا شياعي مكبوصاش جنبي ومرزي بيت يهودي على بيت شل سبتا. سمنوا مأخري الدلت كل مني את יודעת כדי שלא יוכלו לפתוח, אבל 2000 איש עשו ככה פעמיים שלוש פרצו את הדלת. את היית מאמינה מבין האלפים שפרצו לבית של סבתא, שלוש קומות הבית היה, את יודעת הבתים של עירה, אף מרביצים לסבתא, סבתא הייתה שמנמונת, לא יכלה לעלות, נשארה למטה. הרביצו לה, עשו תפוז, את יודעת מה זה תפוז? זה מקל עם זפת, עם זפת ככה, זה כואב. היו נותנים לה מכות על הראש, איפה הבנות? חיפשו בנות. כל צעקה שהיא צעקה, אני בכיתי, אמרתי, הרגו את סבתא, הרגו אותה. חג'י מוסא כאן, ملاك كبير, رحنا لعندم, رحنا لعندم اول ما دخلنا, رحمه على وحم نشمتان بجن ايدن, الام وبناتها اثنين اول ما شافونا حفاي بدوا يبكون وبدت الام تدعي على كل من سواها الهاي, وطعونا رأسا البنات اثنين, فتحوا المكاين وجابوا أقمشة وخيطوا لنا فساتين, قالوا هاي يعني أواعي جدد وطبخوا انتم لكم يعني لكل ما تاكلون من الإسلام. وطعونا سطح, كنا ننام بالسطوح بالعراق بالصيف, أعطونا سطح مالنا ننام بس إحنا وهمي بغير سطح, وجابوا أكل من المزارع مالم. وأنا سمعت الأماي والأب وزعوا أكل لكل الحارة اليهودية, لكل الحارة اليهود اللي ظلوا بلا أكل وجوع وزعوا لهم أكل. إحنا ما كنا مثل أوروبا معتقلات اليهود, كان عندهم حارة اليهود, لا, أنا هون جيراني مسلم, ندخل واحد عند الله واحد يأكل عند الله, يعني هاي الشيء اللي كان في أوروبا نظري جنون. عيدك مبارك, عيدي مبارك, ما حد يعني أثر على الله أبداً. مع الأسف على العراق, مع الأسف. إحنا جينا لهون بس العراق غالي علينا, كبرنا ونيك ودرسنا ونيك وعدنا أصدقاء ونيك, وشي يصير كويب لنا. العراق ما ظلت العراق, ما ظل الناس اللي حكموها العراق, كانوا كلهم مليئين سخ العقل. اليوم هوسة ما داعش يحكم العراق, داعش يسبي بنات 5 سنين ويبيعهم. ما ممكن ننسى العراق. أنا قاعدة هيك أتصور نفسي قد أمشي على الحداكل, هايتي تميد بالشهر مارتش, بالشهر مارتش أبريل كان تصعد الماي, يصعد الماي لما نذوب الثلوج بتركيا, هايت أساكاخا لو كاخت تتمايم تشتي الزكاخا وكل كاخ نكي انكي مودجلا انكي. البعض جاي يدز رسائل, يعني مثلا حبيب ابن الديره يقول جاي تحكي لنا قبل 70 سنة زين تحكي لنا على اليوم بالموصل ما زالت جثث الان, وانت شنو يا باب حلقك شنو لسانك بعظم ما تقدر تحكي؟ لو هم عقلك فارغ, اذا عقلك مليان ما تحكي بوي,
ما الطالب أسامة النجيف والطالب خالد العبيد والطالب اللويزي والطالب غضب الله، وتقول لهم وينكم ليش ما تطلعون الجثث؟ بس هو أنت من تآمن على أنه تدخل إلي راسك خاضع صار اللي صار بيك فتستاهل ويطبك طوب، لكن من تعترض الناس تحترمك. تهمت؟ أما الآخر مصطفى العنزي يقول إحنا تحكي لنا على حادثة قبل 70 سنة، زين أنت ما جاي تدري إيش صار بمناطقنا اللي ما رجعهم؟ صار منظر الجنابي قام يسمع ستاري، ما تروح تعاتب عليه وعلى عدنان الجنابي جرف الصخر؟ ليش تخاف؟ ليش تخاف طالب بحقك؟ واحدة من الاثنين، لو جبان لو أنت مو شخص محترم نفسك، محترم نفسك طالب بحقه. أنا أحيي كل أبناء شعبنا اللي ظلموا، وفيهم اليهود العراقيون الأوفياء للعراق رغم 70 سنة من المأساة اللي صارت عليهم، أحييهم كل مكان بالعالم. أحد الإخوان كاتب لي والكرد الفيلي، والكرد الفيليين أيضا أحييهم مثل ما حييت الباقين، لأنه يا جماعة إذا ما تهتم من مأساة غيرك ما حد يهتم من مأساتك، كل مضيع وطن ما يلقى وطن. ذهب اللي مضيع ذهب، شوق الذهب يلقاه يلقاه، يبا واللي مفارق محب يمكن سنة وينسى. بس المضيع وطن، بس المضيع وطن، وين الوطن يلقاه؟ بس المضيع وطن، وين الوطن؟ الله يا هالوطن شو مسوي بي الله، الله يا هالوطن شو مسوي بي الله، نيران مثل الثلج، نيران مثل الثلج تجوي واقول الله. علمني الفراق انا، علمني الفراق، علمني الفراق اسهر وحن واشتاق، علمني الفراق انا، علمني الفراق اسهر وحن واشتاق، ولو نمشي طول العمر، لو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراقنا عراق. والله لو كنت وزير خارجيه ادز على هاي السيده مجدولين اقول لها يا ابو هاتش هذا التيكت وهذا حجز طيارة وتفضل يشوف في بلدك ورا 70 سنة، واستقبلها استقبال رسمي ووصل رسالة إيجابية للعالم. بس جيب وين العقل اللي يفتهم؟ يعني عنده عقل إبراهيم الجعفري، هو عنده عقل لازم نسوي له مودي طبيب ويكشف أنه عنده عقل وعنده غير شيء بعد رأسه. حقيقة استثنائيا السياسي العراقي المعارض ذو الصوت الجريء الأستاذ الدكتور ناجح الميزان، معكم الآن في نص ساعة من 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 التشخيص، لأنه هو مو محلل، وأنا ما أقبل أحد يسمي ناجح الميزان محلل، هو مو محلل، هو قائد لرؤية يؤمن بها، لربما هو بس مؤمن بها وجوز 2-3 ويا، لكن يكفي أنه هو مؤمن بهذه الرؤية عكس اللي ما عندهم رؤية ويقول لك إحنا ورانا الملايين. دكتور ناجح الميزان حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ أنوار، وحياك الله وحيا المشاهدين وكادر قناة الفلوجة. حياك الله، نسمع منك كلمة أولى أبو سليمان قبل ما نبدأ بأسئلتنا. والله على ذكر ماجدولين يعني حيل سلمنا عليها، قولها إذا أنت بقيتي سنتين ترى جرف الصخر جماعة عدنان الجنابي ترى صار لهم 4 سنوات وأخذوا أملاكهم، وتعرف أنت أكو قانون هذا ك35 مال إصلاح مال زراعة مال عقود زراعية، هذا إذا ما يتجدد 3 سنوات يعني هم ليش هسه رب سأل يسأل يقول ليش جرف الصخر ما يرجعون؟ يعني هي القضية 3 سنوات إذا ما يتجدد العقد يعتبر يعود للدولة، وبالتالي اليوم كتائب حزب الله يعني أخذت جرف الصخر هي وبساتينها وأملاكها، وأي واحد تروح عليها حتى العبادي الكل اليوم ما حد يقدر يجاوب ليش جرف الصخر ما يرجعون. لأنه العبادي يعني أعتقد من أهالي جرف الصخر وراح عليه، راحوا عليه قال لهم الله آخر شيء قال لهم شغل جرف الصخر ترى مو بيدي، بيد خامنئي، بيد خامنئي وعدنان الجنابي يسكت بيهم لا تحجون، يعني كل ما الناس يريد يطالبون يعني يعلى صوتهم لا لا خلونا نرتبها ويا إيران
وتالي عدنان الجنابي عافهم والناس. فهذا ديدن الحكومات اللي ما تحترم شعبها أستاذ أنوار. نعم. يعني هذول اللي ما يعرفون يمارسون السلطة ما يعتبر أبناء الشعب هم رعايا، هو أب يعني السلطة، ما عندنا سلطة أبوية. وبالتالي تشوفهم اليوم، يعني اليوم اللي دي يصير بالعراق يمكن حتى اللي صار على اليهود العراقيين ما صار على اللي صار بجرف الصخر واللي صار بالأنبار واللي صار بالفلوجة وبيجي وبعزيز بلد وبالعوجة وبسليمان بيق وبكل مكان. جثث اليوم نايمة بالموصل، يعني قصدي أكون هناك مأساة. طبعا ابتداء أكثر من جهة خابرتي من الأنبار وشخصيات من الرمادي ويسلمون عليك أستاذ أنوار، الله يعزك ويسلمهم، يبلغوني يبلغوك تحياتهم من خلالي ويقولون اللي دا يصير بالرمادي كالتالي، أنه قيادات داعش دا اللي دا يمسكوهم دا يطلعون بفلوس ويأخذون الناس الأبرياء يعوضون بيهم، الاستخبارات، قيادات الحشد، مدري إيش هاي الأجهزة الأمنية، ودا يذبوهم على مقربة من منطقة هيت ما أدري وين ومنك بوجهة للصحراء. على ولما ينسألون الأجهزة الأمنية يقول هذا كان مصدر، وهاي ما صارت بالموصل وغير الموصل وبصلاح الدين، أنه المصدر الأمير اللي كان يذبح وشايل سيفه بالأخير يطلع مصدر. يعني اليوم الناس دا يأخذوهم لأنه داعش عندها فلوس ودا ينطون فلوس وأكو من يأخذ فلوس. فهاي حقيقة الرسالة، يعني أنت من أعلنت البارحة من نوهت اليوم باستضافتي مشكورا أنت، يعني انهالت كل دا تشكي من هذا الموضوع، يقولون داعش دا يشوفهم قدام عيننا ودا يطلعون، وولدنا الأبرياء اللي أيضا أصلا كانوا بالشرطة، يعني قسم منهم كانوا بالشرطة لما احتلت داعش الرمادي، اليوم يعتقلون ويأخذون منهم فلوس، بيعوهم بيوتهم رجعت نفس القصة. يعني مو مثل المالك، المالك كان يطلعهم بالجملة من كانوا الصحوة مال الأنبار أبو ريشة ستار أبو ريشة الله يرحمه والجماعة، من كانوا يجيبوهم طلعهم 2013 حوالي 1300 واحد، قال لهم روحوا اذهبوا فأنتم الطلقاء وافعلوا ما تفعلون من مناطق السنة. اليوم لا، صارت الشغلة يعني أفراد كل ما يلزمون 4-5 يردون يطلعون يأخذون من الفلوس وروح يجيبون يعوضون مكانهم أبرياء. فهي رسالة أيضا الجنابك، وهذا يعني هاي موجودة بالأنبار بشكل يعني واضح وصريح وما حد خجلان من عدها من الأجهزة الأمنية. طيب لكن يا دكتور، يعني أنت ابن سامرة ابن صلاح الدين، يعني الرسائل جاية تنهال على حضرتك من الرمادي زي ما الأنبار بيها محافظ، ليش ما يشتكوا لمحمد الحلبوسي؟ ليش؟ أنا بدي أسأل والله، ليش نواب الرمادي بلسانهم عظم وما يحجون؟ ما تقول لي شي يريدون؟ أنا بدي أسألك والله، نحكي شي اثنيناتنا عراقيين ورد نفتهم، ليش الجبن أرد أسميه جبن؟ قلة حيلة مصلحة؟ يعني مع الأسف مثل يعني مصلحة وخنوع وركوع ومدارات شخصيات قوية ومدارات إيران، لأن هذا الموضوع ليش هو مال 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 2013 ما اعترف به حسن الشمري لكن ما حد طالب ب لا بسقوط الرمادي ولا بسقوط الموصل ولا بمجزرة سبايكر، ما حد يطالب. يعني مشكلة خاصة جو انتخابات والكل يريد يعبر ومدري إيش، ما حد مهتم بهاي القضية، كلها تحكي بالتوازن وحصر السلاح بيد الدولة ومدري إيش هاي الكلمات ووحدة العراق خط أحمر، ما عندهم غير ذني وكأنه من رايد منكم بتقسمون العراق. فهذا هذول الجماعة أعتقد ميؤوس من عندهم. القضية ذولا ما يمثلون المناطق، يعني اللي يفضل المنصب اللي قاعد به أو يريد يحصل على منصب وخطابه هذا، يعني أعتقد الناس يعرفون عليه من يعني المن يكلفون. فأعتقد أنت يعني الناس فعلا صحيح لما يوجهون الرسائل لجنابك حتى أنت تكون لسانهم الناطق بالحق. فحقيقة هذا اللي دا يحدث ترى كل المناطق وعليك أنت عاد الباقي. والله يفترض يعني هاي يسمعنا الآن دكتور حيدر العبادي، دكتور حيدر العبادي مع تحياتي إلى والمكتبة بما أنه جاي يسمعون، ما أريدكم مرات من نصير شيء يا أبو أنور حتش ندق التليفون زين على إيجابياتها من تهتموا من جاي يقول لك معلومات على أنه جاي يطلعون الدواعش ويخلون الأبرياء المعتقلين. هسا يفترض أخي صادق الركابي أو أخي مهدي العلاق أو أخي سعد الحديثي يسمو بالحديثة، ما تقول لي والله الله ما شحش، اكتبوا للقائد العام اللي هو رئيس وزراءكم، قولوا له يا دكتور حيدر اكو معلومات، المعلومة لا تهم الحقق بها.
حقيقة دكتور ناجح لربما سؤال، يعني أنت كان لك موقف مثير عن مؤتمر الكويت كأنه سبقت النتائج، شنو منسق ويا الكويتيين؟ لا والله أستاذ أنور، بس هي يعني اليوم هو الغبي من يعتقد الناس أغبياء. صح. جماعتنا أغبياء، يعني يعتقدون أنه هذا الله يحضرون، سواء من البنك الدولي، من الاتحاد الأوروبي، شركات، دول، يعتقدون ما يعرفوهم حرامية، يعني ما يدرون أكو ألف مليار كل الكون يسولف فيها، ماكو بتاريخ البشرية أنهم باقت ألف مليار أبد، ماكو، ما صاير بالتاريخ، يعني باقا مثلاً 100 مليون مدري إيش، 200 يمكن، أكبر قضية يجوز ما بيها 100 مليون دولار وصل عليها ضجة، لكن ألف مليار والكون كله يسولف بيها، والجماعة رايحين 140 مدري 150، أنت سامع وفد 150 يا أخي، يعني ذولا دا يفضحونا، والكل منهم متهم، يعني أنا وكأنه يعني أفكر بعقل اللي قاعدين من الدول البنك الدولي والاتحاد يباعون عليهم مجرد جوقة مع الحرامية جايين الكل من عندهم، ولا أنتوا شنو أنت يا عبادي، يا عبادي عندك أنت ألف مليار، عمي مو ألف، خلي طلعون تشغيلية ومدري إيش هاي الكلاوات، عندك 300-400 مليار رايح تجدي أنت وجماعتك واحتفالات وخابصين الدنيا، تجدون على 30 مليار، وحاطين والله وأموالكم اللي موجودة بالبنوك وعقارات، ما يجي على 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 السارقين يقول لهم لك تعالوا، شنو انتم جاي تقلبون مجادي، لك تعالوا حط المال اللي اخذتوه من العراق، شلمتين ألف مرة قايلين، لكن المشكلة مو هاي، يعني يسجن بخشان من السماوة شاف يطالب بالفساد، وفساد قليل بالسماوة مو الفساد العام، إذا بالتوقيف يروح للكويت يقول له ما انا جاي احارب الفساد، إذا اكو واحد ما يدري بخشان بس سجن لأنه دعا بالفساد، هذا آخر ضحية هذا آخر ضحية، ولا صاحبك الشحماني ومدري إيش، والشخصيات اللي راحت تغولت وما حد يدري بها وين، أنا أقصد من هذا، يعني الكل يعرف، فأني ما يعني أني حقيقة ارتاحيت أنه لو دول تجي تشتغل لو لا ينطون الذول الحرامية ولا درهم، لأنه العبادي ما يستحق واحد ينطي درهم، ليش ما يستحق؟ يعني جوقة حرامية وانت بيدك رئاسة الوزراء والقادر العام والقدر المسلحة، كل من عليها، يعني احنا قايلها ألف مرة، كل من عليها بلف النساء ذبه خليه يولي ذبه بالحبس، هو شنو؟ هو اكو أجمل من الحرامي مهما يكون، سواء كان رئيس وزراء قبلك ولا رئيس أي رئيس كان، هي مو والله هي مو جابها من مال أبوه الرئاسة، مو سلي العائلة مالكة وصار، هو جت صدفة، يعني هاي الاحتلال الأمريكي للعراق وجاب هذولا. زين أنت يا أخي، يا أخي صير جسر قفد يوم، شنو والله الفساد يعني ما يستحي لما يقول بميونخ ما أدري وين يقول إحنا جايين حارب، شنو حاربت الفساد؟ بيش حاربت الفساد؟ إيش سويت بالفساد؟ هذاك وأبو خشان أكبر دليل على كذب العبادي ومجموعة العبادي والياسري والبرلمان كله، اللي جماعة الإصلاح تتذكر مال الفتلاوي، ربع الفتلاوي من قاموا يطالبون بالفساد من الصدرين طبوا البرلمان، وين عنوانكم لمحاربة الفساد؟ إنه تحاربون من يحارب الفساد، هاي شغلت، يعني المالكي باق وجماعته جل عبادي يحميهم، أي واحد يقول ذولا فاسدين يروح يذبه بالسجن، ومنه تقول له يقول لك القضاء مستقل، أي قضاء مستقل يا أبا؟ أي قضاء مستقل؟ واحد دي والله هذا دافع سياسي، إنهم طلعين شغلة، إذا واحد يطلعون مظاهرة هاي دافع سياسي، يكتب على الفساد يقول هذا دافع سياسي، بالنتيجة يعني الكويتيين مشكورين أشقائنا الكويت وكل الدول العربية اللي حضرت، لكن خيرا فعلوا عندما اعتبروها قروض، لأنه هاي تدري أكو فكرة عند جماعتنا يقول لك أنا اليوم رئيس وزراء دخل أخذ قرض، ها وش أقدر أبوق منه وبالقير وراها، قبلها راح أضر الوزراء، الدولة العراقية راح تبقى مطلوبة مو أني، وهاي أخطر شيء على العراق يا أستاذ أنور، إنه كل ما تجي حكومة مثل المالكي المراد يسوي هذا الشغل بالآجل، هم تتذكر بـ 2012 هم شال أوراقه وعلى البرلمان تعالوا صوتوا لي، يعني دي السابقون على الديون، أنت عندك 124 مليار أنت مطلوب، زين تجي النوب تأخذ لك 30-40 مليار وتسويها 150، والله هذا أن النفطات بس فوائد للديون، إذا بقوا على هالديدن هذا كل من يصير رئيس وزراء يريد يأخذ ديون حتى يأخذ حصته ويعوف الدولة مطلوبة، يعني راح يجي يوم النفط بس تسدد فوائد الديون، زين انتو شنو والله انتو ما هاي فلوسكم وعند الفاسدين جيبن يا اخي وعمر بلدك بيهن، اسجل لك واحد يا اخو ما مقدسين الحرامية يا
اخوة ما مقدسين، يذب لك واحد من ابو المليار ابو المليارين ابو ثلاثة حتى نقول والله هذا رجال وخوش الزمة جاب الحال. لكن هي انا من طلعت الوثيقة هو المالك موقع، فثق كل هالقضية مؤامرات تبين يعني اسوى على العلاق هذا السيد بالرسول الله خو مو يكذب عمامته سودة وهذا قال اخي وقعه والكتابة صادق الركابي كتب الورقة مالتهم يعني صور ذولا حزب الدعوة والله صار عندي قناعة فلا يطلع بيهم آدمي يا حزب الدعوة فلا يطلع بيهم آدمي مو سياسي ولا قائد يعني اللي يضحك على الناس عينك عينك يدعي حارب الفساد وهذاك يبوق ويطلقون سراح سجناء من داعش ويجون النوب يسوون اتفاقية وهم بالعلن يعني صارت عندي ثقة إذا 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 إذا, إذا يتضاربون طلقات إلا أقول متآمرين شنو هذول القدرة هاي زين أنتوا شنو يعني أنتوا دا تضحكون على الشعب العراقي هم عيب هاي أخصيروا قادة يعني اليوم أنت رئيس وزراء العراق ما ينبغي إلك المالكي خان العراق سلم المحافظات لداعش وأطلق سراحهم وسبايكر وكلها معروفة اللي يقال هاي المعلومة هم إلك أستاذ أنور أنه الملف اللي سووه جماعة مع سقوط الموصل يقول لك بيختفي من القضاء ماكو مسحوب يعني النسخة الأصلية ماكو شيء اسمه قضية موصل صحيح يعني أنا أقول لك صحيح هاي المعلومة صحيحة زين وخلي يسألون حاكم الزاملي واتحدى علىها والسيد حاكم الزاملي يطلع علىها ويقول لا الملف موجود اتحدى الملف لا موجود لا بمجلس القضاء ولا مكتب رئيس وزراء ولا بمكتب رئيس البرلمان اختفى من زين. وين راح ما حد يدري الملف الأصلي زين زين هاي خوش يعني قامت تضيع الملفات هو هذا سليم الجبور حتى قراءة ما يقدر يقراء خطية ما أعرف ليش يعني عبالك عظم بحلقة ما يقرأ الملفات ما يقرا مال سقوط الموصل سليم الجبور اللي يصير رئيس يا دكتور ويعني هلا بريسنا هلا يعني سليم الجبور اللي يصير رئيس جمهوريه والله كل عجائز عند المثل يقول ما ظل علي غير شو اسمه يعني هيك فكلمه ما اريد اقولها خوش عجائز يعني هو هذا اللي المقداديه هسه منزل من المقداديه ومن دياله جاي مرشح جاي مرشح ويا علاوي جوجنا علاوي بلش الله يفوز اللي ما يقدر يطب المقداديه منطقته لا هذا اذا صار رئيس جمهوريه يعني توقع يعني اللي صار مثلا هالساعة يعني إيران وسطوة إيران ممكن إيران يسوي أما الشعب العراقي فهو يعني وصمة عار راح يصير هو رأس صار رئيس برلمان هو عار على العراق إنه بيصير رئيس جمهورية يصير العراق ذي العارين يعني عار رئاسة البرلمان وعار رئاسة الجمهورية يعني أنت بتقديرك الشعب راح يرفض هالعارين ما راح يرفضن يعني الشعب اللي سكت على أنه سليم الجبور رجعت إيران من صارت عليه حركة الإصلاح يعني راح يزعل هالشعب من سليم الجبور يجيب لنا يا إيران رئيس جمهورية والله أفع علينا لا هو ما هو يزعل لكن ما يقدر يسوي شيء ليش الجماعة كلها صايرة ويا إيران اللي يا رجل ليش أنت تقدر تسوي ليش أنا أقدر أسوي ليش هو ما بيقدر يسوي الشعب يعني مشكلة بشعبنا لعد ليش نعتب على القيادات ونعتب على الزعامات مشكلة بينا إحنا بشعبنا ليش أنت تقدر تحكي وتبقى على نفس الموقف ليش أنا أقدر أحكي وأبقى على نفس الموقف ليش الباقين صمم بكم لا يفقهون والله اقنعني انا ما جاي ادخل عقلي اقنعني والله استاذ انور ذولا تعلموا وهذولا جاوا من الشارع وشافوا برلمان وفلوس وسلطه وعلى قولت هذا الاغبر مشعان يقول مصفحات فما عاد يقدر يعيش بلا بلا بلا, بلا, بلا هيجي فيقدم اي تنازلات ثق اي تنازلات ما عندهم خط احمر لا على المستوى الاخلاقي ولا على المستوى العشائري ولا على الديني ما عندهم خط احمر بالتنازل يتنازلون عن اي شيء أمام أن يبقون بهذا فأنت تصور إيراني أمريكي مدري إيش يخلصون أهلا وما يداعي بيهم بزيبز متحاصرين الرزازة 2100 صلاح الدين 4000 وكسر الدور أخذوا البحج عبد يعني سامرة 1200 الجثث بالموصل اللي يجب أحد يرجع الصيني هاي كلها ما تهم بقدر ما يهم شلون يبقى مع يقبل الذل يقبل العار يقبل أن الناس ترجمه بالحجر كلها يقبلها أمام المكاسب وحتى يقال أنه سلطة شكلية مو حقيقية لأنه أصلا محكوم عبد لجهة أخرى طيب سؤال الآن يعني هسه هاي التطورات الجاية يصير بالمواقف يعني أنت بما أنه يعني علاقاتك واسعة يعني سواء في بغداد أو في صلاح الدين أو حتى في الجنوب الفرات الأوسط وأيضا في إقليم كردستان انت شلون شايف انه هذا التاخير بمثلا بحل المشكله بين حكومه المركز وحكومه الاقليم حكومه الاتحاديه وحكومه اقليم كردستان او التاخير بفتح المطارات شلون قيمتها
والله استاذ انا علما اليوم عفوا اقاطعك، اليوم السيد مسرور بارزاني بدعوه رسميه للولايات المتحده الامريكيه وصل الى واشنطن. نعم. مستشار امن القومي في كردستان. نعم. يعني انا اقول يعني اللي صار بكردستان هي محاوله يعني ناس زي تعبر عن رايها، يعني ما زلت اصر انه ما كانت انفصال، لكن هذا حق من حقوق الامم المتحده يعني تنطيها للشعوب لتقرير المصير، وكان استفتاء استفتاء. لكن المشكله مو هاي، المشكله مسؤولين الكرد ما يفعلون، يتحركون على قرار مهم. محكمة الاتحاديه اصدرت قرارها بعدم دستوريه الاستفتاء وازاله كل الاثار المترتبه عليه. طيب انتم يا مسؤولين كرد، انتم من ضمن الاثار اللي ترتبت على الاستفتاء هي غلق المطارات. ليش ما يفتحون المطارات؟ على شنو العبادي زين لما يقول إزالة كل الآثار المترتبة عليها؟ ليش العبادي ما يفتح المطارات؟ علاش معاقب الكرد؟ ليش هو الطيارات يعني الكثر هي راح مثل مسعود البرزاني محتاج طيار، رجال قاعد بأربيل لو نشرفان لو مسرور؟ ما هو الشعب الكردي يريد روح المريض اللي عنده شغل أعمال، يعني ايش دعوة هالعقوبة الجماعية على الكراد على الكرد؟ ليش يعني؟ يعني هالعبادي والله هاي مشلبنا حكاية، والله أخوان المواطنين الكرد درجة أولى، لا مو درجة أولى، ما دا تعاملهم درجة أولى، دا تعاملهم أعداء. أنت أنا دا أحكي باسمهم اليوم، وأنا مو كردستان، لا أحد يقول لي أنت بكردستان وكذا. أخي هذا الشعب عيب هاي الشغلات. أنت يا عبادي، أنا مشكلة الناس بتوقع من العبادي أشياء، أنا مغسل منه بقالب صابون هذا الرجال، ما طول وقع ويا المالكي ريح على ورقي ها والله ريح على ورقي بادري بهذا الشامبو مال فيترية، هذا اقوى شيء، هذا ما اكل يجفتون محركات بالشيخ عمر والله هم يضحك. زين إيه؟ فهذا اليوم يقول ده تقول القرار واضح ازاله كل الاثار المترتبة، يعني خلص انتهى الموضوع، والناس قالوا وقال احنا نحترم قرارات المحكمه الاتحاديه. إيه انت هاي مو مصدق؟ والله انت قدرت للكرد. إيه هم لو ما البسيج والحرس الثوري جبتوا قاسم سليماني وبدوز قاعد ومدري وين وبور ومدري ايش. إيه هو إيه والله يا عبادي مو انت ولا جماعتك، والله هذا الشغل لابو سجاده مو لك والله يا عبادي، لا هاي ولا مال داعش ولا مال داعش، والله عليها قصر قابل مالكي وغيره لهم 200 واحد يسلمهم البغداد يسلم العراق، والله شنو منتصرين؟ اشو امريكا شاركت؟ الكون كله شارك، ونفسهم يقولون ايران، لو ما ايران احنا كان الساعه لاجئين بالمحمره وما ادري وين، هم نفسهم دي يقولون، يعني مو اني. هذا الموضوع مال كردستان عيب على العبادي، عيب على العبادي. والله يحكي شكل البارحه بميونخ يستقبل مسرور ويستقبل نشرفان والوفد ومباوس وياهم زين ويطلع النوب وراها، لا لا انا ما افتح المطارات، واذا ما فتحت المطارات يعني انت الساعه والله العيب عليك مو عليهم مو على الشعب، الشعب الناس قاعدين يا اخي افتح المطارات الشعب كذا، فعلا انت رئيس وزراء العراق مو رئيس وزراء حزب الدعوه، افتح المطارات. شو المطارات راح يسوي؟ اشو كل شيء انتهى، مطارات قاعده جاي تطير البغداد والاربيل، يعني ايش قال هو اذا طار؟ يعني خايفين هذا مسرور بامريكا، نشرفان البارحة بألمان، يعني همتهم هم والله عبالك إلا بطيارة الله يروحون شمال يستقبلهم بميونخ ويمنع الطيارات تطير من أربيل، يعني شيء يعني حلو والله. العباد يريد تمسك بها عبالها الساعة، الشعب غبي راح الشيعة كلها تصوت لا عبن ساد المطارات مال كردستان، لا عمي لا ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي. الناس كلها الناس اليوم فتح بلبن وتعرف طولكم وقصركم، أنت والمالكي وحزب الدعوة وغيركم الفاسدين، هاي ما تنفعك هاي، ولا راح يصير رئيس وزراء. ايش قد ناس تقول ايه العبادي فلا عنده فرص، وكل ما صار رئيس وزراء هذا الكرسي مال العراق، هذا الكرسي طارد يصير مره مره ثانيه، صار مره المالكي بالغلط وبعد ما يرجعون العراقيين على هذا الموضوع. والله انا شو هم عندي نفس الشعور، ما ادري اتمنى نطلع اثنيناتنا غلطانين، بس ننتظر ورا شهر 6 ونقعد نفس القعده وان شاء الله ونقول، بس انا عندي هم نفس الشعور ان العبادي ما جاي رئيس وزراء، والله الله اعلم يعني ما عندنا شيء ويا الرجل. لكن يا دكتور يعني احنا يفترض انهينا الحرب ضد داعش، حضرتك تقول بالرمادي جاي يتم اطلاق سراحهم، اللي صار ذاك اليوم بالحويجه شيء مؤلم يعني، يعني ايضا من الحشد الشعبي الكثير من الشهداء، من يتحمل المسؤوليه؟ حمل من المسؤوليه؟ حمل اهل الحويجه، نحمل اهل المحافظات كلها، نحمل الحكومه، نحمل منه؟ من يتحملها اللي احتفلوا بالنصر ومكحول وحمرين اليوم قاموا يعترفون قالوا احنا ما وصلناها،
داعش انسحبت من الحويجة ولا طلقة طقت من عندهم. وين راحوا؟ مناك الموصل المحررة، مناك كردستان، هم راحوا للمكحولة. اليوم كلهم دا يقولون مكحول بحمرين، لكن هي القصة هاي دائما هناك يخلون مبرر حتى يسحقون المناطق لها الحويجة. شو يسووا لها؟ ما صار بها حرب حتى يدمروها مثل الموصل، فشو يسوون؟ خلوهم مكحول، واللي طلعوهم على أساس هم مصادر، هم اللي حقوا جماعتهم، ضربوهم سووا هاي العمل. لكن العبادي يعني يدسل من خلال قناة، من خلال برنامجك العبادي قال أريد تحقيق بحادثة 27. ليش ما طلعت النتائج هاي مثل تحقيق الموصل؟ هذول 27 من الحشد وراهم هذا العامري وابو مهد المهندس، شو بالله دخل يحكون لنا الصدق شلون صارت القضية؟ وطبعا اهل الحويجة وكل المنطقة يعرفون شلون صارت، لا حد يكذب علينا ويقول مدري ايش، يطلعون والله مدري منو مدري، لا معروف القضية شلون صارت وشلون تحركوا وليش تحركوا وليش بس ذول 27 وليش ما حد يدري بيهم. شو دخل يطلع العبادي اذا هو صدق؟ لا يظل والله نسوي لجنة تحقيق ويعوف النتيجة ما يقولها للشعب. اليوم اهلهم يريد يعرفون ذول 27 واحد ناس شيعة مو سنة حتى يقولون ناجح جاي طالب بيهم، لا بس انا قصدي هم هلهم يعرفون مصير أولادهم. بس يعني يا دكتور اسمح لي، أنت مثل ما صرت متحدث باسم الكرد، لا لازم تصير بهذا المفصل متحدث باسم أهلك وناسك الشيعة هميج. والله يا أستاذ أنوار ايه طالب باسم عوائل الشهداء. والله يا أستاذ أنوار أني نوبات ايه؟ يعني أني بالعكس الشيعة أهلي والسنة الكل والكراد ها ايه؟ أني منين جاء؟ بالعكس أنا علاقاتي بأعيان الشيعة من الله خلقني زين. بس مو هذا قصدي. يجيك واحد يقول لك ها من تحكي زي من تحكي يعني الداعب يقول لك شنو قابل هم محتاجيك لو كذا ماكو، يقوم من يحشون او ناجح مقدم تنازلات للمالكي ولا العبادي، لان هم مجاعلين من انفسهم رموز الشيعة هاي المشكله. ولا بالعكس انا التيار الصدري بالعكس سيد مقتدى عنده اعمال وطنيه، انا ما استحي العمل الوطني والعمل اللي يفيد الشعب اذكره حتى لو كان المالكي، ولا هذا ما يطلع منه غير البوق والخيانه للشعب العراقي. لكن بكل الأحوال هذول الناس 27 ليش؟ يلا خلنا نعرف شكل جد حقيقية. أعلنوا قولوا يابا من قيادات الحشيد إلى العبادي القائد العام للقوات المسلحة، خلي يطلع العبادي بديت بلجنة حقيقية، شو أعلن لنا النتيجة إذا أنت صدق؟ طيب قل لنا هيك شو صارت الشغلة. طيب ولاية جيل بغداد أنت تصريح ويقول ما نريد لا شيوعيين ولا القوميين وهاي نهضة إسلامية، بعدين طلع ايضا مسؤول ايراني وحكي يقول احنا اللي عدمنا صدام حسين واحنا اللي مسيطرين على العراق، شو ما طلع موقف رسمي وحتى المواقف السياسيه خجوله، شلون قيمت ذلك دكتور؟ والله يعني ولايتي وشنو من النوبه الاخر هذا الحكي، والله ما هذا نسيت اسمه امي. اي انت مو عبال ما هاي لازم يفيدنا بها شيخ مضر الجنابي يقول لي انت ما بيك نس عجبي ما تحفظ الاسماء. ما احفظ والله يا عمي. شوف استاذ انور يعني عيب احنا نلوم ولايتي ولا ذاك الاخر ولا شمخاني ولا شمخاني ما ادري ايش مسوي ولا كل شيء غريب. يعني ليش متفاجئين انه والله شلون قال لهم ما هم الناس تلعرعوا عندهم وقاتلوا اللي اضرب من هاي، ما هم قاتلوا كانوا جنود بل حرس الثوري من كانوا يقتلون ابناء الجيش العراقي، فبالتالي هو سيد يتكلم مع عبيده، سيد يتكلم مع عبيده بنص دار عبيده، يعني هذول القاعدين كلهم عبيد، ومن لم يعترض حتى من السنه اللي ما اعترض، هاي مو قضيه الشيعة باشر يقول لك ذول لا السنه القاعدين مثل ما قال السنه القاعدين اللي قدام هم مو لورا، الشيعة لورا بالصف الاول. هذول سيد يحكي ويا العبيد مالته، علاش احنا مستغربين وقائمة؟ هذا حقهم، هو الرجال ولايتي انا ادي له التحية فعلا، لانه لو يحترمهم كان ما قال، لو يعرف بيهم ما حد رجال يخاف لي يقول له اقعد يا زلمة ارجع لورا وعدل حجك وسمن حجك اطلع من العراق لا تظل، احنا مو عبيد عندك، والله ما يحكيها، لكن يعرفهم كلهم مو يقبلون بس هاي اللي اكثر من هاي، وبالتالي هو لازم يحكيك وياهم. شكرا. يعني اذا انت اليوم عندك عبيد شو تحكي وياهم للعبيد؟ خو ما تقول له برخصتك وتتفاوض وياه، تقول له نفذ ولا تناقش، هاي القضيه كلها. يا ستر والله ما اقدر اضيف شيء على تشخيصك، لانه يفترض هم يفهمون الجاي تقوله، لان الشعب فاهمك، بس هم المشكله بيهم. لهذا الناس تتابعك دكتور ناجح، يعني هسه انا قدامي 1200
الناس تتابعك يعني، لأنه تعرف أنت جاي تحكي بقلوبها. شكرا للدكتور ناجح الميزان، السياسي العراقي المستقل والمعارض للفشل وللفساد وللإرهاب، واللي عنده غير كلام انتخ رأسه بالحائط. شكرا لكم والسلام عليكم.